التفاوتات الاجتماعية. مهم، أنا نظن أنه الاقتصاد الاجتماعي أو التشاركي أولاً يعطي فرصة أكثر لإدماج عدد أكبر من الناس اللي ما عندهمش إمكانيات الولوج للتوظيف المباشر. ثاني شيء هو وسيلة نظنها فعالة وتفتح آفاق كبيرة، لأنه الساكنة بكل اختلافاتها وبكل فوارق فيها تندمج في الشأن المحلي والشأن الاقتصادي للمدينة وتطوير المدينة. حلو جميل، لكن أنا أتفق معي في كلامك، هو كثير شيء حكيتي كثير مناسب، شيء بنواجهه في مدينتنا نحن. بتعرف بحكم الظروف الإقليمية الموجودة في المنطقة، في عنا الحرب السورية، الحرب العراقية، وأيضا كان لها تداعيات على الأردن ومدينة إربد بالتحديد كونها المدينة محاذية للحدود السورية، فكان عنا تدفق لعدد كبير من اللاجئين السوريين. هذا الشيء يعني أحيانا ممكن يكون في نوع من الفوارق في العادات، في التقاليد، في أسلوب الحياة. فنحن من خلال عملنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في مختلف مبادراتنا في مشروعنا نحاول الدمج وتعزيز الانسجام بين المجتمعات المحلية وتقريب وجهات النظر من خلال مبادرات، من خلال لقاءات تعريفية، من خلال التركيز أحيانا على النقاط الإيجابية. بشكل عام هي المواقع الاجتماعية كسرت العديد من الحدود اللي هي المسافات وصار العالم قرية صغيرة، هذا من جهة. من جهة تانية أنا نشوف أن المواقع الاجتماعية ما تخدمش كل شرائح المجتمع. لماذا؟ لأن المجتمع اللي فيه أمية لا يلج إلى المواقع الاجتماعية بحكم أنه ما عندوش دراية بها، ما يعرفهاش كثير، فتنحصر المشاركة أو التعبير عن الحاجيات داخل المواقع الاجتماعية فقط ما بين الشباب وما بين المتعلمين. فأنا نقول لازم التوصيل أو يعني الاعتراض أو التعبير لازم يكون في بطرق متعددة، مش فقط الاحتكار على المواقع الاجتماعية، وضرورة استعمالها واجب. ما تكلمتي به جميل جدا، الكثير لا يعرف أن يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، والكثير من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لا يعرف كيف يستخدمها بالطريقة الصحيحة، فهذا ما حاولنا العمل عليه. مواقع التواصل الاجتماعي هي منبر وصوت من لا صوت له، وأيضا هي وسيلة للتعبير. شاهدنا الكثير من التغييرات في المنطقة كانت مصدرها الأول من مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تونس، مصر، وحتى ليبيا وسوريا تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق إرادة الشعوب، في تحقيق، نحن نستخدمها من أجل تحقيق تغييرات إيجابية في مجتمعنا. ما رأيك في مشروع زميلك؟ مشروعك زميلتك؟ زميلتي. ما زميلتي. كثير جميل للربط ما بين مشروعك ومشروعي. أنا كنا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل بس رسالة موجهة للمواطنين ولا الدولة على شكل منفصل، لكن بنصحك أنه الآن أنا أخذت الفائدة منك وممكن أعطيك كلمة تفيدك، أنه وسائل التواصل الاجتماعي كثير مهمة في هاي الحالة، رح تختصر عليك كثير وقت وجهد ومال ويحقق نتائج مضاعفة. صحيح، صح اللي قلت، صح. زائد أنا نشوف في مشروعكم مشروع ريادي في منطقة موقع الاستراتيجي حساس، فهذه وسيلة كيف ما قلت في الأول صوت من لا صوت له. فأنا لما شفت المواقع اللي تشتغل فيها عجبني الكونسبت، الأشياء الجميلة اللي طرحوها والمواضيع كيف تناقش، يعني مكان إحنا نفتحه مكان للحوار في الواقع أنتم فتحتوه رقميا، هذا شيء جميل في مشروعكم، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله.